ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهدتي عزيزات مع شهرزاد الاحلام. قبل ما نطلع قبل الفاصل قلنا احلمي، ركزي في الاحلام، احلمي بالايه؟ بالصقر. بالصقر. خشي بقى على النسر. هو يعني تحلمي بنسر يا صقر. اه والنبي اتفضلي. هو الصقر والنسر حلو قوي للبنوته، لانه بيبقى زي ما اتفقنا ان هو حد بيبقى ابن ناس وبيكون ليه شخصيه قويه وبيبقى حد كويس جدا جدا. كمان الحصول على صقر او صيد الصقر ده بشكل عام بيبقى حصول على فرصه عمل، بيبقى حصول على مال، بيبقى حاجه كمان ثمينه لان سعره طبعا عالي. بالظبط كده. لكن لو حد اتسرق منه هو يملك الصقر او النسر واتسرق منه، ده معناه ان الشخص ده هيتعرض لموقف هيبقى فيه خذلان شديد جدا جدا جدا، لان الصقر والنسر من طبعهم انهم ما بيحبوش حد يصيدهم، ده بالنسبه لهم في مذله او في مهانه. فضياع الصقر من ايد الراقي ده معناه ان الشخص هو عائد على الراقي، هو اللي هيتعرض للاسف لموقف فيه خذلان وبيبقى فيه شويه اهانه. ده بالنسبه للصقر والنسر بشكل كده ايه عام. طبعا في حاجات كتير للحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها، بس احنا خدنا يعني العام. نبذه كده سريعا نخش بقى في 607 حلم. انا مش عارفه يعني هنجيب لهم وقت منين، بس يعني ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. حلمت انا وماما في بيت جدي بتشوف حاجات لامي، ولقيت شنطه فيها اكسسوارات. تمام. امي قالت لي خليها لاختك. انا قلت لها انا هاخد الخاتم ده، كان لونه اسود ومانيكير اسود. قلت لها لا يطبع الطقم، خدته معايا. مع العلم انا متزوجه ومعايا بنتين. تمام. هي ان شاء الله باذن الله تعالى هيبقى معاها مولود ذكر علشان الخاتم ولونه الاسود، لان اللون الاسود بيشير الى المولود الذكر باذن الله تعالى. فبالنسبه كمان للام واضح ان هيبقى لها تفضيل في امر ما للبنوته الثانيه مش للراقيه اللي شافت المنام، لانها كانت بتقول ان الشنطه اللي المفروض فيها بقى كل الحلي ده عايزه، هو حلي فعايزه تخليه لاختها، فواضح انها تفضلها في امر ما في حاجه معينه. بس هي خدته، هي خدت خاتم بس، لكن شنطه الحلي هتروح لاختها. المفروض انها لاختها. بالظبط. احنا دلوقتي بنقرا من على صفحتنا هي وبس اللي على الفيسبوك، وبنحطينا التليفونات علشان اللي عندها حلم. انا بقى بقيت 8 شهور بحلم، مفيش يوم يرد وعدى الا لما بحلم الحلم ده. كل يوم لازم احلم. ده راجل بيشتغلنا. لا والله. والله العظيم. بيقول لك انا بحلم اي 8 شهور نفس الحلم، وكل يوم لازم احلم، مش عارف ايه السبب، بس انا مش فاهم، مش عارف ليه احلم حلم مختلف. بس هي اشتغاله. هي اشتغاله. صح. انا دايما بحلم انه تايه، ان انا تايهه. ماشيه في طريق فاضي. اوقات بشوف تعابين وعقارب. وخلي بالك من الستات والبنات اللي حواليك، صح كده؟ طبعا. بس واضح انها هي التوهان ده في منامها، ده لما بتصادف فيها حاجات غير مرغوب فيها ده للاسف بيبقى غير محمود. احيانا التوهان بيبقى محمود، لكن في منامها هنا غير محمود، ومعناه انها هتتحط في مأزق مع بعض المعادين، مش هتعرف انها تحل الامر او المشكله اللي هي هتتحط فيها للاسف. نطلع الصدقه. بالظبط كده. ونلتزم الدعاء على طول بتغيير الاحوال ان شاء الله. يا رب. معايا مين؟ نهال. ازيك يا نونا؟ الحمد لله. ازيك يا رضوى؟ عامله ايه يا نونا؟ الحمد لله يا رب دايما. قولي لي يا نونو ايه الحلم؟ بصي انا متطلقه بقالي سنه. بحلم بطليقي كتير جدا. اخرهم كان حلم كان من كام يوم، ان حلمت ان هو كان بيقص شعره، وهو كانش شعره طويل خالص، وان هو جاي يرجعني وانا عماله اضرب فيه كتير قوي. ضربتي طليقك في الحلم؟ ودايما دايما بحلم ان انا اتخانق معاه، او هو وشه اسود عنده مشاكل عنده حاجه وجاي بيلجأ لي. تمام. حاضر هجاوب. حاضر يا نونو. حاضر. دي مش طايقاه. بصي جزء من المنام هي بتتكلم في احوال عديده، ولكن جزء في المنام هو ناتج عن بعض الامور اللي عانت منها، فعلشان كده ده كابت انها تضربه او تتخانق معاه. هي دي مش رؤيه من الله عز وجل، ولكن كون انه يجي لها وهو الوجه بيكون اسود، ده معناه وقصص شعره. قصص شعره ده معناه ان هو خلاص انفصل عن زوجته.
تمام، لكن كون الوجه اسود فمعناه انه وقع منه ظلم عليها. وقع منه ظلم منه هو عليها. يلا ربنا، انت كل واحد قد نيته يا نونو، ان شاء الله ربنا يعني. حلمت باخويا متوفي وابويا متوفي، وكنت بطلب منهم فلوس، ولقيت اخويا طلع علبه زي علبه الخواتم وفيها فص لونه حلو، وقال لي خدي كله. وخدته فعلا، حطيته في بقي بس كده، وانا بحبك قوي يا لولو. قايلين انا قاعده اقول اسمك، وانا كمان بحبك قوي. قولي يا عسل. هي طبعا بتطلب من المفروض اخوها وباباها والاثنين متوفيين. هي لها مقصد ولا حاجه عند الله، هي يائست من انها تتحقق، لانها لما بتطلب بتطلب من متوفى، هي اللي بتطلب. تمام، هنا مش عطيت المتوفى، لا، هي الجزء الثاني عطيت متوفى، لكن طلبها هي من المتوفى، هي يعني نفسها انها تحقق حاجه. الحاجه دي بالنسبه لها هي يائست منها، لان المتوفى ميؤوس من روحه، مش هيقدر انه يقدم لها شيء. سواء قدم ده بقى الجزء الثاني اللي هو اول، ده اللي هي عطيه المتوفى، دي دلاله بقى ثانيه خالص. فعطيه المتوفى كون انها حصلت على امر ما، طبعا هي في حاجه في حياتها الشخصيه فيها شويه لخبطه، وان شاء الله باذن الله تعالى هتحصل عليها وهتتمكن من هذا الشيء باذن الله تعالى، لانها خدته حطيته في بقها. يا رب. التليفون قفل ليه؟ التليفون بيقفل دلوقتي. انا حلمت ان انا موجوده في محل للفضه. تمام، حلو. وكان معروض قدامي مجموعه من الخواتم الفضيه. تمام، اخترت واحد. تمام، كان شكله عباره عن دايرتين شابكين في بعض. تمام، ولبسته. بعد ما لبسته رحت قلعته تاني واخترت خاتم فضه تاني. بس كان في حاجه لونه بنفسجي وفضلت لابساه. ارجو تفسير الحلم. هيتقدم لها شخص، الشخص ده هيبقى عارفه اللي هو نظام بيت العيله والتدخلات بتاعه العيله والحاجات دي كلها، وهي هتلمس ده وهتبقى، وده من وصف الخاتم الاول اللي هو الدايرتين الحلقتين دول. فالمفروض ان الحلقتين دول هو واهله. تمام، فالمفروض انها هي هتعرف ان في تدخلات من الاهل في حياته، فهتسيبه ومش هتفكر انها ترتبط بيه. فهيجي بعد كده ان شاء الله باذن الله تعالى شخص باذن الله هيكون كويس، هيدي الطباع ان شاء الله باذن الله. بنفسجي كده. البنفسجي بالظبط كده. هيجي لك واحد بنفسجي يعني بستي. يعني كل واحده بتحلم دلوقتي، خلاصه هذا لحد دلوقتي هذا الحديث، يا اما بالحمام الابيض، يا اما بالصقر او النسر او اي حاجه موف كده بنفسجيه كده قمر كده تخلي حياتنا حلوه كده ومفرحه وشيك كده وجميل. معانا مين بقى؟ بسمه. يا بسمه. الو، ازيك يا بسمه؟ كويس والله الحمد لله. بحبك جدا. ربنا يسعدك. انا كمان بحبكم في الله يا حبيبتي. قولي لي يا بسمه. انا على طول بحلم ان هو حلم ان انا في مقابر، واحده قريبتي بتحدف علي عظم واحد متوفي. واحده قريبتك بتحدف عليكي عظم واحد متوفي؟ وانا بجري وخايفه جدا، وطلعت من فتحه. هي بانت اصلا، هي وضحت يا رضوى. بصي يا رضوى، لازم كده ترقي نفسها بالرقيه الشرعيه. انا طبعا بشر، قد اصيب وقد اخطئ. احنا التأويل ده الله اعلى واعلم، العلم عند الله. هل هي قريبتها اللي كانت في المنام هي اللي جاي منها الاذى؟ هل في حد هي رمز للصله بتاعه القرابه، فيبقى حد من الاقارب وعلى نفس الدرجه، سواء اقارب للاب اقارب للام، الله اعلى واعلم. لكن في حد قريب، الحد ده بيؤذيها باصحار، فلازم ترقي نفسها بالرقيه الشرعيه والصدقه. لازم الصدقه يا رب. رايت من مده إني أرتدي الحجاب، وأنا أرتدي إرضاء لطلب شخص أعرف معرفة، أعرفه معرفة طيبة. وكأنني كنت مترددة في أن ألبسه، وكان يخبرني أنني لن أندم على لبسه. وفي الواقع أنا محجبة. وكأن الحجاب لدي، وكان الحجاب الذي لبسته أفضل من حجابي. كأني غطيت أكثر. وأنا عازبة، وهذا الشخص عازب ايضا، وهو صاحب وكاله. طيب تمام. بصي يا رضا، هقول لك حاجه. الشخص ده ان كان في يعني كده بينهم كلام، او هو تقدم او فاقول لها توكلي على الله
فورا، لان الشخص ده ما شاء الله ولا قوه الا بالله شخص هيصونها بمعنى الكلمه. الله، ده كل احلام النهارده البنات اللي معانا هتتجوز. الف مبروك بقى وتعزمونا وكده. احنا معانا مين؟ الاء. الاء ازيك يا لولي؟ برضو عامله ايه؟ انا كويسه طول ما انت كويسه. انا بحبك قوي قوي قوي، فرحانه اني كلمتك. ما تجيبي بوسه طه. طه والله بحبك جدا، وكنت عايزه اكلمك من بقالي كتير قوي. حبيبه قلب اختها، قولي لي بقى كده. بص حضرتك، انا حلمت ان انا كنت داخله شقتنا واختي الكبيره كانت قاعده. حلو. واول ما دخلت الباب الشقه لقيت قطه صغيره جريت عليا وكانت عايزه تخربشني وتاذيني. فكل شويه فانا ببعدها عني فبتقرب مني تاني. اوكي. فكل ما ابعدها تقرب مني تاني. اختي كانت واقفه كانت عماله تضحك، فانا سبت الشقه ومشيت. رجعت تاني مره لقيت القطه دي كانت ميته. ماشي. بس يعني ابشري طبعا بانتهاء علاقه بصديقه لها، هذه الصديقه في طبعها الغدر يعني عدم الوفاء، وللاسف هيحصل بينهم وبين بعض مشكله وهيبقى فيها شويه مناوشات، ولكن هتنقطع هذه الصله، وده بوفاه القطه لما هي رجعت تاني لقيت القطه خلاص ماتت. في اثناء المشكله دي او اثناء المناوشات دي يعني اختها مش هتبقى لها موقف جدي معاها في حل هذه المشكله. معنا اميره. ايوه اميره حبي انا. ايوه عامله ايه؟ ازيك انت يا روح؟ انا بحبك جدا والله يا بنتي، انا بتابعك من اول ما بداتي وعلى بقى وكده يعني حبيبه بحبك جدا. ربنا يسعدك. قولي لي يا ميرو. انا احلم يعني انا على طول بحلم باحلام غريبه، بس الحلم ده اللي قلقني شويه. يا رب خير، اللهم اجعله خير يا روحي. هو انا حلمت ان انا في بيت، المفروض ده بيتنا، هو شكله غريب يعني، هو دور ارضي اللي هو افتح باب الشقه الاقي شارع ضلمه واسع قوي وقال يعني بعيد في شارع تاني اللي هو كان عالم تاني يعني، كان انا عالم والناس تانيه عالم، فاهماني؟ وبابا وماما واخويا معايا، بس في ناس قاعده اللي هو ببص عليهم من شباك البيت قاعدين، وفي واحد المفروض ده عايز يموتني، بس هو طويل وعريض يعني اعرض من الباب حاجه كده، وشكله كان وحش قوي، بس ما كانش بيتكلم، بس يعني ده المفروض اللي جاي يموتني وفي ناس معاه. فماما قعدت، المفروض ان الساعه، في ساعه على باب الشقه مصفره. ساعه على باب الشقه ايه؟ مصفره يعني مكسرة. اللي هو صفرين على اليمين وصفرين على الشمال، ما فيش وقت يعني كان الوقت خلصان. مصفره. فماما قعدت تقول له اديها وقتها وبتعيط يعني، هي زعلانه واخويا وبابا مش عارفين يعملوا ايه. وانا كنت خايفه قوي، فهم كانوا رافضين ان يدوني وقت، فاول قاموا مديني المفروض 21 دقيقه. وبعدها ماما بعد ما مشي، بس هو ما مشيش، هو مستني بره اللي هو لما الوقت يخلص هيدخل. وماما المفروض قال يعني بقى اتصلت بخالته، وبابايا اتصل بابن عمتي على اساس عايزين يعني يلحقوا يلاقوا وقت قبل ما الوقت ده يخلص. بعدها انا قمت، يعني انا قمت من النوم اول ما خدت الوقت بتاعي والساعه بدات تعد. سؤال، عامله ايه انت بقى مع ربنا؟ والله علاقتي كويسه يعني، انا بصلي وبصوم، بحاول اعمل الفروض اللي عليا يعني، مش اللي هو مقطعه معاه قوي بقى. تمام تمام. بصي يا رضوى، هو المنام فيه جزئيه انا لا اود تاويلها، تمام، ولكن لابد لا اود تاويلها، مش هفسرها يعني علشان فيها جزء كده غير محمود. تمام. فعايزه اقول لها اياكي انك تقصري علشان قيام الساعه، لينا وقت وفي الاخر رايحين، وفي حد قاعد مستني الوقت ينتهي ويدخل. خلاص، انا مش عايزه افصل ومش عايزه اقول تفاصيل المنام حتى لا يقع المنام، ولكن نصيحتي لها انها لازم ما تتوانيش نهائي في الطاعات، وتتقرب بشده الى الله عز وجل، وما يجيش بقى الشيطان يكسلها في وقت من الاوقات. لا، كلنا لينا وقت محدد هيجي يعني، خلاص هيجي علينا بقى الوقت ده ونفارق، فلازم تلتزم بالطاعات بقدر المستطاع، وربنا يا رب يكرمك. يا رب. نور، احنا كان المفروض عندنا تقرير هنلغيه يا جماعه علشان خاطر نكمل الكام دقيقه دول معاكم ومع سمسم. نور، الو، ازيك يا نونو؟ الله يسلمك. ازيك يا حبيبتي؟ ربنا يسعدك انت يا روح. انا بعشقك جدا، كنت معاكي من اول موسم.
ربنا يخليكوا ليا. انا نفسي بكلمك اول مره في حياتي اكلم برنامج. نورتي يا روحي. قولي لي الحلم بتاعك ايه يا نونو؟ انا عندي حلم معين هقوله. أوكي. وهقوله في مجمل احلامي، يعني مجمل احلامي كلها تعابين سودا. كلها ضلمه. وكمان مره حلمت ان في تعبان اخضر واقف لي قدام فوق التلفزيون. ده المجمل العام بتاع احلامي، حتى اختي بتحلمني كده. تعابين سودا وتعبان اخضر وتعبان. اه ده مجمل الاحلام عامه، لكن في حلم معين عايزه افسره. فضل. عشان كنت حلمته بعد استخاره عني انا وخطيبي. بعد استخاره هي وخطيبها. اتفضلي. تمام. انا حلمت ان احنا برضو احلامي كلها انا وخطيبي كلها ضلمه وبالليل. حلمت ان انا قاعده. لا كلها ايه؟ كلها ايه؟ ضلمه على طول ضلمه، يعني عمري ما حلمت بيه بالنهار خالص ولا نور ولا كده. اوكي. انا كنت قاعده في مكان انا ومامتي. وهو جاب لي مخبوزات، جايب لي في ايده مخبوزات ولقمه القاضي. تمام. فانا فرحت بيها وجايه اكلها، فمش بتتاكل خالص خالص. اندغ فيها واطبق فيها بايدي كده، بتطبق في ايدي بس. اجي اكلها على اسناني مش بتتندغ خالص ومش راضيه تتاكل. فانا اتضايقت وقلت لها خد يا ماما انا مش عايزاها، وسبتهم ومشيت على اساس ان انا اروح حمام. فوانا رايحه الحمام، هو حمام جماعي في الشارع، مكان كبير كده، حمامات زي المكان المستشفى، حمامات اللي هي بتبقى متجمعه مع بعض دي. فوانا رايحه عشان اروح الحمام في صيدليه. في دكتور من هناك قال انا عايز اروح، فقلت له تعالى انا هوديك. فاخدت ورحت المكان ده. بفتح الباب لقيت كازورات. لقيتي كازورات؟ رجعت بظهري وما رضيتش ادخل. قلت له تعالى انا عارفه مكان تاني هوديك. المكان التاني ده برضو مكان كبير جدا جدا، مليان برضو تجمع حمامات كده. المكان ده دخلته لقيت نصه نضيف ونصه لسه بيتنضف. ده وانتي نور وانتي معاكي الدكتور ده صح كده؟ تمام. انا اخداه معايا عشان اوديه. رحت دخلت الحمام وقلت له في هناك مكان نضيف اهو تعالى هوديك. تمام. رحت دخلت وديته في المكان ده، ورحت انا بعيد عشان ما بقاش مكسوفة او يبقى ايه حاسس بوجودي جنبه. تمام. رحت انا المكان تاني بعيد عنه خالص. وبعدين وانا طالعة في بنت اللي هي بتنظف. بتقول لي شفتي مش انا قلتلك هتتخطبي؟ قلت لها يا اختي انا اتخطبت بس مش ده. ده مش خطيبي. اتخطبت بس ده مش خطيبي. شكرا يا نور. يعني ده هو الحلم بيقول لك كل حاجه. بصي يا رادو هقول لك حاجه، هو المنام طبعا في العيش، المخبوزات، اي حاجه بتؤول تاويل العيش بالبلدي كده، وهي من المعيشه. ظاهر الشخص اللي هي مرتبطه بيه انها هتقدر انها تكيف حياتها معاه، ده الظاهر ليها هي، لكن الحقيقي انه في صعوبات هتواجهها، لانها هي تمسك اللقمه مش دي مش عارفه يا ماما ما هي تاكل. بتقول لك مش ما هي مسكتها بتطبق في ايدها ولينه، تيجي تاكلها تلاقيها ناشفه. فهي بالنسبه لها هي فاكره انها هتعرف انها تتعامل، لكن الحقيقي انها هي مش هتعرف انها تتعايش بطباعه او بوضعه. طبعا الدكتور اللي ظهر دي محاولات منها، لان الدكتور عندي هنا في المنام هو رمزي لعلاج الامور، فكون انها خدته معاها وعماله بقى بتلف بيه، لقيت اعزكم الله حمام ومليان قاذورات، بتحاول تعالج الامور، بتصطدم بمشاكل عديده. خدته شويه كمان لقيت انها نص نص، في الاخر خالص واحده بتقول لها اصل انت اتخطبتي، فرحت هي ردت لا مش هو غيره. يا جماعة خليها تكرر. يا جماعة دي خطوبة، خطوبة يعني مفيش موضوع لعياله ولا جوازه ولا كده. معنا آخر تليفون مين؟ أمل. سلام. لما الأمل يتكلم كده في التليفون. لما الأمل يتكلم. نوطي بس التلفزيون عشان نسمع الأمل أكتر. ألو. مساء الفل. الو. ازيك يا حبيبتي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. رضوى حبيبه قلبي، ربنا يسعدك. فخر لكل ست، ربنا يكرمك. وامل كل بنت. ده انت اللي امل والله جميله. واسمك عمر. من الشخصيات القويه. ربنا يسعدك، ربنا يسعدك. اتفضلي يا حبيبتي. اتفضلي. من زمان نفسي اكلمك والله. نورتي يا روحي، نورتي. وتحياتي للضيفه العزيزه. ربنا يسعدك، ربنا يكرمك. اتفضلي. الله يخليك. عندي حلم خاص بوالدي. اتفضلي. والدي توفى من حوالي اكتر من 10 سنين.
وربنا يرحمه، هو كان راجل صالح جدا جدا وحافظ القرآن وبيأذن في المسجد، وكان مفيش أي حاجة غير أنه إنسان بيعرف ربنا. هو توفى مفيش أي مشكلة خالص، وما كانش قال لي على أي حاجة، بس كان دايما يعمل الصح واللي ربنا بيقول عليه. فدل. بعد ما توفى وتم دفنه فعلا وخلاص في مقابر عادية، في نفس الأسبوع جالي في رؤية أو في حلم الله أعلم يعني، كان الحلم ده حلو جدا جدا جدا. هم حلمين ورا بعض، واقف في جنينة قدام بيتي كده، نسقنا على جنينة مسطح كبير أخضر، فهو واقف كان دايما بيجي في المكان ده ويقعد معانا وكده، وعصافير اللي هي الملونة اللي هي زي الكناريا كده، والله بأمانة والله مش بكذب، كلها حوالين رجلي كتير، كلها ألوان كتير جدا كده عماله واقفه حوالين رجليه. طيب يا امي، الحلم التاني سريعا. الحلم التاني بقى حضرتك انه جالي بقى طلب مني بعدها باسبوع، في نفس الاسبوع اللي توفى فيه مفيش 10 ايام، قال لي كلمتين اتنين في الحلم. اتفضلي. شيلوني من التربه حطوني في اللحد. شيلوني من التربه؟ من التربه. اللحد ده اللي هو الشرعي. ايوه انا عارفه الشرعي. طيب اوكي، حاضر يا ام، حاضر. طيب انا كان يهمني اعرف بس منك، هل امل لسه معانا؟ قفلت. اصل انا كان مهم جدا اعرف هل له مال معلق ارث عليه مشاكل ولا لا، لانه واضح ان هو عايز شيء يتحل معلق يعني خاص بابنائه، وانه ياخد شكل شرعي. ولو ما عليهوش؟ تمام، لو ما عليهوش يبقى في حاجه تخص حد من اولاده، هو عايز انهم يتكاتفوا معاه علشان يخرجوا حد من الابناء من ازمه معينه، لانه واضح ان في حد من نسله المتوفى خلاص بقى ما ولا يصح ابدا انهم طبعا هيروحوا يفتحوا قبر. هذا ينافي دلوقتي الشريعه الاسلاميه، واحنا اتفقنا ان المتوفى لا ياتي الا بالحق. تمام. فهنا لا، في امر متعلق باحوال حد من اهل الدنيا، وطبعا بيكون نسله في المقام الاول. فهي تشوف اخواتها بالظبط كده. ده لو مفيش حاجه تخص الميراث. لو في حاجه تخص الميراث هي لازم تقسم بما يرضي الله زي ما الشريعه قسمتها بالظبط، فلازم يلتزموا بده. ما لحقناش نخلص ال 607 حلم، مش عارفه والله العظيم لاغيه فقره، والله انا عشان خاطركم مش عارفه. سيبتي منورتينا حبيبتي يا رادو، ربنا يخليكي. ست دي بتجيلنا من الصعيد. ها ست دي بتجيلنا من سوهاج، تضرب مشوار ست رايح ست راجع علشان تيجي عيني تقعد تلت ساعه. حبيبتي يا رادو، احبك انا في الله والله. والله وانا كمان. مشاهداتي عزيزاتي، نختم هذه الحلقه بخبر حلو حلاوه جميل جمال تام طعامه فظيع. احنا امبارح في بدايه الحلقه انا شكرتكم حبايبي، وعملنا تنويه انه اسمها ايه بقى؟ القناه بتاعت هي وبس اخذت او وصلنا 3 مليون وشويه، وده بيعتبر اكبر قناه على اليوتيوب من عدد من حيث عدد المشتركين لبرامج المراه، اكبر برنامج في مصر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، فضل ربنا سبحانه وتعالى، دعوات امي ثم انتم ثم الضيوف الاعزاء والعزيزات ثم طبعا اداره كريمه، اداره سي بي سي سفره، وفريق العمل اللي انا ما استغناش عنه ابدا. كتر الف خيركم. مشاهداتي عزيزات، بكره عندنا مفاجاه من العيار الثقيل، ضيف لي شان في عالم ومجال الازياء مش في مصر، في الوطن العربي، جاي من مشوار بعيد من بلد بعيد. كل الممثلات العربيات تقريبا لبسوا من عنده. الحقيقه ان هو جاي على حسابه شخصي، جاي يشرفني هنا ضيف كريم علشان يكون شخص موجود معانا على شاشه سي بي سفره وهي بس. الحقيقه انا على المستوى الشخصي بعزه جدا دايما وابدا، انا ما اعرفوش شخصيا لكن بعزه من خلال موديلاته، موديلاته دايما بتبقى غريبه وشكلها غريب، والحقيقه ان كل الممثلات بتتهافت طول الوقت انها تلبس من عنده، وده هيكون مفاجاه ان شاء الله باذن الله ربنا ادانا العمر. حلقه بكره ان شاء الله باذن الله بكره الساعه 6 حلقه جديده من هي وبس.